السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفتي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الوصفه، كيفيه تحضير الدنجال بالحليب، جوج ديال الانواع مختلفين، واحده بالزيت وواحده بدون زيت. وقبل ما ندوزوا الوصفه، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم باش تشجعوني، وكذلك اللي قدو جداد مرحبا بكم في مطبخ وصفتي. اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات وضغطوا على الكل باش دائما كملي كنشر شي فيديو يوصلكم الجديد. وكذلك اللي قدو كتشاهدوني على الصفحه ديالي على الفيسبوك شهوات بلادي، مرحبا بكم، ديروا لايك للفيديو وكذلك شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. وكما عودتكم دائما قبل ما نبدا معكم اي وصفه، ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. في الوصفه ديال اليوم غنحتاج للدنجال كما كتلاحظوا معايا اللي نضفته، بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه، كل واحد كيدير الكميه اللي غيحتاج. بسم الله. ونبدا نقطع كاي الدنجال دوائر. بسم الله على بركة الله. كما كتلاحظوا معايا كنقطعوا بهذا السمك. وبالنسبة للدنجال كاملين تشريوه، من الأفضل تشريوه كي الدنجال اللي كيكون صغير لأنه كيكون أفضل، وكذلك ما يكونش فيه الزريعة كما كتلاحظوا معايا كيكون بياض من الداخل، لأن الدنجال اللي كيكون فيه الزريعة كيكون هكا شوية مر. وأيضا عندي هنا واحد الإناء فيه شوية ديال الماء، غنضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الملح، وغنضيف فيه قطع ديال الدنجال. بسم الله على بركة الله. كما كتلاحظوا معايا فهذه هي الباذنجان بعد ما قطعتها، وكذلك السمك ديالها كيكون بحال هذا الشكل، يعني ما كتكونش رقيقه بزاف وفي نفس الوقت يعني ما كتكونش غليظه. ونحاولوا كنغطيوها بهذا الماء والملحه بحال هذا الشكل. ودابا ان شاء الله غندوز باش نكملوا على الوصفه. بسم الله. وفي الخلطه اللي غنحتاج اللي غنحضر بها هذا الباذنجان، غنحتاج كاس ديال الدقيق ما يعادل 100 غرام ولا الفرينه، معلقه صغيره ديال الكركم ولا الخرقوم، كذلك بالنسبه للزنجبيل ولا الزنجبيل، صبر حبوب، مطحون، كمون، كذلك بالنسبه للحار. بالنسبه للحار كيبقى على حساب الذوق، الا كان كاين الحار عندكم حار بزاف ما ديروش يعني كميه كثيره. وكذلك بالنسبه للفلفل الحلوه ولا التحميره ولا البابريكا. بالنسبه للملح كتبقى على حساب الذوق، يعني ما كثروش بزاف لان الدنجال ايضا درنا له الملح والماء، ومعلقه كبيره ديال النشا ولا الميزينا ولا دقيق الذره. بالنسبه للنشا فهو كيعطينا واحد القرمشه، وكذلك كيخليها كي الدنجال ما تسوف النشا كي الزيت وتجينا مزيته. معلقه صغيره ديال خميره الحلويات تقريبا كي 4 غرام. بسم الله. وكنحركوا العناصر. كذلك الا كنتو كتوفروا على البودره ديال الثوم ضيفوها، ما كنتوش كتوفروا ديروا هكا واحد الفص ديال الثوم في الحليب. وهذا هو الخليط ديالنا كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. بسم الله. وهذه هي الباذنجان كما كتلاحظوا معايا اللي وضعناها كي في الماء والملحه، حاولوا كنضيفوا شويه ديال الماء وكنديروا في هذا الخليط اللي حضرنا على الشكل. هذه هي القطعه وكنديروا كي في واحد الصحن، كنحاولوا كنديروا لها الدقيق مزيان على الشكل وكنهزوها. بالنسبه للحبات ديال الدنجال الا درنا كي الدنجالات على بعضهم، نديروا كشويه ديال الدقيق وعاد كنوضعوا كي القطار. ونسيت ما ذكرت لكمش بالنسبه للكميه ديال الدنجال، فانا درت كيلو، يعني عطيتكم المقادير ديال كيلو، وانتم كتمشيو على حساب الكميه اللي غديروها. بسم الله على بركه الله. كما كتلاحظوا معايا بعد ما جهزت الحبات ديال الدنجال، دابا غندوز معكم باش نطيبوهم. بسم الله على بركه الله. في مقله وضعت لك واحد الكميه ديال الزيت، ما كنديروش بزاف غير القليل، وكنخليوها هي سخونه على الشعله اللي كتكون منخفضه. كذلك عندي هنا واحد الاناء ولا زلافه، غنضيف ليه كاس ديال الحليب ما يعادل 150 ملل حليب بارد، وهاد الحليب غنضيف فيه فص ديال الثوم، نكلكم كي تحكوه ولا تبشروه. وهذا هو الخليط اللي غنحتاج. بسم الله على بركة الله. من بعد ما سخن الزيت كنجيو هكا الحبة ديال الدنجال وكنزلوها هكا في الحليب وكنقطروها على بركة الله بحال هكا، وكنقطروها حتى شي شويه، وكنحاولوا هكا نبعدوا اليد ديالنا باش ما يضروش هكا فينا الفقاعه ديال الزيت. وفي هذه المرحله نخلو الدنجال طيب هكا على الشعله اللي كتكون منخفضه، ما تكونش هكا عندنا الشعله مجهده بزاف، حتى كتحمر من الجهه التحتانيه، ومن بعد غنقلبوها ان شاء الله. بسم الله.
بسم الله على بركة الله. بالنسبة للحبات ملي كيطيبو كنديرو هكا على شي شبكة على شكل كتجي محمرة وكنديرو هكا على شي شبكة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للطريقة الأولى كما كتلاحظو معايا حضرتها معكم بالزيت، والطريقة الثانية غنحضرها بدون زيت. بالنسبة للمقلاة يعني ماشي مشكل، يمكن لكم ديروا المقلاة اللي عندكم. عندي هنا واحد القطعة ديال الزبدة، الزبدة ديال الأكل، وغندوزها هكايا في المقلاة. وبنفس الطريقة كنجيب هكايا القطع وكنوضعهم في الحليب وكنديرهم في المقلاة. بالنسبة للقطع اللي كنديرهم في الحليب مباشرة كنهزوهم، يعني مكنخليهمش بزاف، غير كنغطسوهم وكنهزوهم. وعلى الشعلة اللي كتكون دائما مهيلة كنخليو الحبات حتى كيطيبو، يعني حتى كتحمرو من الجهة التحتانية، ومن بعد غنقلبو ان شاء الله. بسم الله على بركة الله، ونشوفو فعلا الحبات واش طابو من الجهة التحتانية. بنفس الطريقة كنجيب داك القطعة ديال الزبدة وكندوزها بحال هاد الشكل وكنقلب الحبة للجهة التانية. بسم الله، هذه هي الحبة بعد ما طابت كما كتلاحظو معايا كتجي على هاد الشكل. بسم الله على بركة الله، وهذا هو الشكل النهائي ديال الدنجال ولا الباذنجان اللي حضرت معاكم اليوم. جوج ديال الأشكال مختلفين على هاد الشكل، وصفة سهلة اقتصادية وسريعة في التحضير. يمكن لكم تحضروها حتى لآخر لحظة، يمكن لكم تحضروا هاد الوصفة في العشاء ولا في الغداء كما حبيتوا. بسم الله على بركة الله، هذا هو الشكل اللي حضرت معكم بدون زيت. كما ذكرت لكم يمكن لكم تحضروها كيف في مقلاة عادي، يعني ماشي بالضرورة ديروا هاد المقلاة اللي كيكون هكايا عنده خطوط. الفرق ما بيناتهم غير هاد المقلاة كيجيب خطوط والاخر يعني ما كيكونش فيه خطوط، اما النتيجة يعني نفسها. وهذه اللي حضرت معكم بالزيت كتجي مقرمشة شكل ومحمرة. وبالنسبة للباذنجان دابا راه بردت، يعني قليت هذه وعاد حضرت هذه ولكن باقا محافظة على القرمشة ديالها. بسم الله، وغنخلي معكم هذه الحبة كتجي طايبة على هذا الشكل. بالنسبة لهذه فهي اللي حضرتها بدون زيت. بسم الله بسم الله، وهذه اللي مقلية في الزيت كذلك كتجي هكايا مقرمشة وطايبة، مكتجيش هكا مشربة الزيت من الداخل. وهذه احبائي كانت وصفتنا اليوم، باذنجان بالحليب، وكذلك بالنسبه لك التتبيله كتخليها كيجي فيها واحد المذاق رائع بحال التتبيله ديال السمك. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم. كما لاحظتوا معايا جوج ديال الانواع مختلفين، وانتم كيبقى لكم الاختيار ما بين تقليوها في الزيت ولا تحضروها كي غير بواحد الكميه قليله ديال الزبده. جوج ديال الانواع ناجحين 100% وفعلا كيستحقوا التجربه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه، واللي عجبتكم الوصفه كما العاده ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، ارائكم وكذلك تعليقكم. اذا كنتو جداد مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وصفه ثانيه. مع السلامه.